هو ايه اللي بيحصل؟ الو معلش هو تقريبا كده وسط دخلنا الجيت. ايه ده يا شباب؟ يا شباب انا سامع صوت طياره، انزلوا من العربيه. احنا رحنا فين؟ احنا رحنا البحر يا شباب. يا لهوي بصوا بحر وكراسنا بمراكب واكواد سريه. بصوا الكراسنه دي كراسنا بالسفينه. صباح الخير على او مساء الخير على حسب تشوفوا الفيديو الجامد ده. قبل اي حاجه صلوا على النبي وكمان على اخواتنا ان ربنا ينصرهم. دلوقتي على زي ما انتم شايفين في تحديث جديد. طبعا التحديث ده شكله اسطوري. هو فعلا شكله اسطوري بس احنا تقريبا ناقصنا كده واحد نوبي على الويب يبقى معانا في الرحله. اه معلم الواد حركات وفي انا مش عارف، مش انت اللي قلت انت جايبه معاك؟ انا معلم كنت جايبه في ايدي وهو عامل ده ولا ايه؟ ايه ده؟ وطا هناك اهو فعلا الواد حركات جه. انت واد فرخه يا احمد كمش اللي مش كان بيحبب ولا مش كان بيجه مهنجه. طب تعالى تعالى دلوقتي على بص الابديت الجديد، هندخل هنا عشان نشوف يا علوية هو الواد ده عامل ايه. طبعا الواد ده احنا عارفين ان هو مجنون على بيعمل ابديتات غريبه وحاجات غريبه واعصارات. يلا واد فرخه كيف كيف مش جاي. دخلنا يا علوية وطا ايه المكان الغريب؟ يا نهار زبادي ده في فرخه. ايه ده وعلي فرخه حركات معانا. ايه ده هو في صوت؟ ايه الصوت ده؟ اه صوت الاغاني. ما ينفعش نوقف الاغاني ولا ايه؟ ده بصوا سماعات كبيره ازاي؟ انت ما معلم مش فيه مشدد. معلم بس مشدد كليته. وات اوكي اوكي وايه البتاع دي كمان؟ ثانيه خلينا نجينا كده. ايه ده؟ ده مكتوب ايه ده؟ ثانيه تكس اوكي خل اوه انا بقى معايا عمله. بص انا معايا عمله فوق تقريبا دي العمله اللي بنشتري بيها من الشوب. معلم طب انا مشدد. وكمان بصوا معانا البتاع ده اللي هو بنطلب بيه مساعدات. اوكي طيب دلوقتي بصوا بقى على الويا وبصوا الكمبيوتر هنا عامل ازاي. ده زبال كمبيوتر جامد على اعلى امكانيات دي خلي بالكم. والكيبورد برده جامد شايفين. ايه ده معلم ده كيبورد ده مفيش زراير. ما هو فعلا مفيش زراير. اوكي نيجي هنا نطفي النور او نشغل النور. مش شغال مفيش حاجه شغاله. ايه يا شباب معلم الشباب مش فخه. يا ابني دي مش فرخه دي بطه. لا هي مش فخه وكمان مش لابسه لوني. لابسه لونك؟ ايه ده هو انت التيشيرت بتاعك يا ابني ليه موسخ بالشكل ده؟ انت وقعت في التراب يا ابني؟ لا ابو كنت بلعب في الطينه. تلعب في الطينه؟ تعالى والله اضربه المساعده. تعالى تعالى اللي بتلعب في الطينه انت. تعالى طيب كده نطلع بره. او ماي جاد في تلفزيون. وطه وبصوا في ايه كمان؟ هو علي عامل المسدس ده. هات كده المسدس الزعبله. هات المسدس. ايوه ارميه. همسك لك المسدس اضرب في نفسي عشان ترتاح. خلينا ناخد المسدس كده نطلع نشيله عليه. او ماي جاد بصوا العربيه اللي معانا. وط 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 بصوا على العربيه شكلها عامل ازاي. ثانيه احنا ممكن نلزق. اوه لزقت المسدس نفس اللعبه الثانيه. العربيه دي شكلها غريب جدا. انت ما بالك مش في التمازيق. اتنين بنزين وحاجات غريبه. وده بص البتاع اللي هو بتاع الميه. افتح كده زعبول. انت عملته ايه يا ابني؟ افتح البتاع. اوه حطيت الباتور. اه معانا حطيت الباتور بس شكله غريب. انا معانا وقت في الارض. خلينا نعمل كده. يا نهار زمني بس حطيت الباتور. اوكي نزل كده. الو نزل يبي حط البنزين حركات. هو يا حبيبي هحط كله ولا ايه؟ ايوه برافو عليك كده يا ابني. ما تبقاش تلعب في الطينه تاني عشان بص شكلك بقى وحش. بص التيشيرت بتاعك كله اتوسخ. انت ما كنت بقى ماشي في الطينه ماشي شويه. ماشي براحتك بلعب في الطينه. خد دلوقتي. او ماي جود معانا الاتوبيس. بص على الاتوبيس بتاعي ورا ده. طبعا الاتوبيس اللي معايا على الاتوبيس الوحيد اللي موجود في اللعبه دي اللي اسمها كلاسيك. انا بس شفت اول واحد. اوكي احنا دلوقتي عملنا الكار كومبليتد. اوكي طبعا اللعبه خلاص قالت لنا ان انتوا العربيه بتاعتكم بقت جاهزه للمشي. الاتوبيس ده على الويه اللي معايا فهو الوحيد اللي موجود في اللعبه دي. يعني ما ينفعش اجيب العربيه اللي هي السبورت ب 2000 روبوكس اللي احنا كنا جايبينها في الفيديو اللي قبل اللي فات ونجيبها في اللعبه دي. ما ينفعش طبعا. لازم نمشي يا اما بالاتوبيس يا اما بالعربيه دي. فاحنا هنجرب العربيه وكمان هنجرب الاتوبيس وانتوا اكتبوا في الكومنتات انهي احسن. انت ما معلم مش خلاص يا حبيبي. طيب خلاص شيل الحبه دول. اقفل بقى كده التانك. خلاص يا حبيبي اقفل التانك. هبدا مش استنى شويه. طب طيب ماشي اهو اقفل يلا يلا معلم اسوق ونجرب. معلم خليها اجرب مره. انت ما معلم مش عايز اجرب يا حبيبي. طيب طيب ماشي بس نشوف عربيتنا دي اللي شبه الكل. ايه ده احنا راكبين زوبه يا شباب. عربيه زوبه الدوبه. معلم امشي حالا ده بص شكلها بص عربيه سريعه. سريعه ايه بس؟ وبعدين انت اصلا ساند ضهرك على ايه؟ معلم على الهوا معلم. حتى معلم مش قدامك. طيب ماشي ماشي ربنا يستر. خلينا نبص كده. اوه لقيت علوي يا بيت متدغدغ. انت ما معلم شباب مش جنب مش تاتشاي. ثلاث ساعات ليه ثلاث ساعات؟ يا ابني مش هتكتشف مكان يا ابني. مكان ايه اللي هتكتشفه؟ ثانية اعمل كده. احنا ممكن نرفع الفرامل؟ يا سلام يا علوي شايفين الفرامل. اوكي خلينا ننزل كده. يلا معلم مفيش أي حاجة. مفيش أي حاجة؟ وطة مفيش شوكولاتة ايه يا ابني كبيرة؟ أنت يا دوب مش ليه مش شوكولاتة؟ مش شوكولاتة. اوكي خلينا نقف كده ونشوف كده في مفيش أي حاجة. تعالوا تعالوا كده نمشي. أمال عاملين لنا المكان ده ليه؟ اركب بص العربية يا علوي شكلها أسطوري ازاي؟ خلينا نيجي هنا. يبي ايه ده غيرت مكانك ليه حركات؟ ايه ده معلم يا لهوي شفتوا انت بدار ازاي؟ دار وجعني.
وانت حد قال لك اقعد على الكرسي غلط؟ انت ماشي يا بابا بس انت ماشي مش هيجي عيال نوبات والله مش عارفه تقعد. وقعد كده بعلي يبي ونزل الفرامل يلا نشغل العربيه. يا زعبوله انت بتتشفط في العربيه يا زعبوله. ما ماشي تمرجح مرجحه ببلاش والله ابو صفده اللي زحلق. يا لوي الواد راح فين؟ واد الزعبوله معلش يا لوي عم تمرجح عندي انت بابا اللي بتشيح منكم انت تابع بيا. والله اللي يركب معاكم لازم يقلب العربيه. واحد عمال يتمرجح ببلاش والتاني قاعد له انت قعدت ورا ليه يا حبيبي؟ يا ابني مش عشان مش هوا مش ناشف التيشيرت بقى مش كنت بقى في التينه طلع في التينه والهوا ينشف التيشيرت ماشي. يا لوي خبطنا في بالونه. انت بقى يا امي دي مش بالونه دي مش نخله. ثاني عشان شفت معلومه دي نخله دي ازاي قالوا دي نخله يعني وهي بص تخينه كده اصلا. طب علي دي مش نخله يا علي دي شجره. واو برافو برافو يا زعبول عرفتها لوحدك دي ولا ايه؟ انت بقى اللي مش شايف يا حبيبي. وطه 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 الواد ده بتصغر العربيه. طب علي انا اللي هركب بقى جنبه. ثانيه انا اللي هركب جنبه. اي اي استنى يا نوبه حركات. انت بقى مش شايف مش شايف مش شويه. طيب ماشي خلينا نقعد هنا كده جنبك. هو ليه مش عايز يقعد وانا حركات هنا على الكرسي ده؟ انت مالي يا امي مالي يا ابو مش ايه؟ انت مش شايفني ولا ايه؟ وطى بسم الله الرحمن الرحيم هو زعبول اختفى. او ماي جاد هو مش ظاهر عندي. يا احمدكم مش ليه تي؟ اوه ثانيه الواد زعبول اللي مش ظاهر عندي انزل كده زعبوله. اه يا معلم. بص على الواد كان مختفي من عندي. وطى خلينا نطلع كده على الوينشو. اوه بص هنا على الواد لعبه الترامبولين ببلاش. يلا بعلي تنطر كده بيو 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 هات الزومبيات يا زعبول. بصوا شكل الزومبي على الوين عامل ازاي. اوكي خلينا نطلع كده فوق. حركات الفار خليت ايه؟ انت يا ابني مش انت يا ابني مش ولا مش بقيت اي حاجه. ما لقيتش اي حاجه؟ ايه اللعبه النوبه دي؟ احنا لحد دلوقتي ما لقيناش اي حاجه. وات طب ما انت ليه تو يا نوب؟ يا ابني مش انت يا ابني مش بتاعي دي راس خفاش ده حركات. يا حمايك مش عامل ايه مش راس خفاش. اوكي راس خفاش بص شكلها غريب امسك كده بعلي اهي عايزين نلفها كده طلع لفوق او لازقوا عايزين بصوا نعملها كده يبي ممكن نحطها ثانيه انا لو عملتها على العربيه هيبقى شكلها اسطوري. بص على الوي نيجي هنا كده في وش العربيه. يلا بعلي حط الشعار. وليه مش عايز يتحط الشعار؟ هو حطيته عملت عربيه باتمان يا اللي شايفين عربيه باتمان الجامد. ايوه حبيبي بص على العربيه بص بتعلق. او ماي جاد انا بترمي زومبيات الزومبي دي بتعلق. انت وانا بعلي مش هتلاقي فيها يا حبيبي. يا لو على الوي بص الجوع هنا بيخلص بسرعه انا بقيت جعان احنا محتاجين اكل والله. اوكي ايه ده بص الموتور شكله عامل ازاي. ايه ده الموتور بص شكله غريب. بص على الوي اهو طبعا دي فتحه الموتور بص في زيت زعبوط. اوه بسم الله الرحمن الرحيم انت جايبه منين ده انا افتكرته عفريت جنبي. انت بابا اللي مش ده موتور جديد. موتور ايه؟ موتور جديد؟ ده موتور ايه ده ان شاء الله؟ موتور سفينه انت عارف ده ايه يا حبيبي؟ هو الشاوى مش موتور عربيه. موتور عربيه والتعابين اللي فيه دي ايه ان شاء الله؟ دي بتشغل الموتور ولا بتقطع الموتور؟ يا حبيبي كان تعابين ولا ايه؟ تعابين؟ وما انت كنت فاكرها ايه؟ يا ابني كنت فاكرها دود. دود دود في عينك يا اخي ارمي البتاع ده. او ماي جاد انت واخده تعمل بيه ايه؟ يا ابني مش شايفه يا ابني مش شكله حلو ولا ايه؟ شكله حلو ايه الواد المجنون ده؟ يعمل ايه بالتعبير؟ خلينا ارمي كده بيه ورمينا الموتور. زعبول حط الموتور. اخيرا لقيت تفاحه. بص انا شكلي ايه ده انا مسكت ايه؟ يا لوي التفاحه وقعت بس بص القبعه يا لوي. ثانيه ثانيه يا زعبول البسك قبعه استري احسن من القبعه دي. بسرعه يلا. اوكي نحط له القبعه كده على الوش شايفين شكله بقى كيوت بس طبعا ما ينفعش نلبسها له مش بتلزق على راسه. اوه لقيت شوكولاته. يلا بقى امسك الشوكولاته. الو يا شباب الشوكولاته راحت فين؟ انت يا ابني مش اكلتها يا حبيبي. اكلتها يعني كانت معلقه عندي. هو الكامل هو انا اسيب لك شوكولاته ولا انت مجنون؟ يا نار زبادي سرقه والله فعلا. وايه دي كمان دي طوبه. اوكي ما بقاش في حاجه ناكلها يا زعبول. لا طبعا يا معلم حركات فنش كل حاجه. وانت عايز اسيبك التفاح والشوكولاته؟ عايز اجيب التفاح اللي وقعت. ايوه هي دي. يلا بعلي ناكل اول اكل في اللعبه. ايه يا نهار زبادي الزومبيات جايه ورايا. يلا معلم بسرعه. يلا خلينا نركب بسرعه ايوه ونعمل الفرامل اللي هي معموله اصلا. يب اركب يا زعبول. طب طب علي بص كده بص كحكه كحكه ثانيه. اي اي الزومبيات الزومبيات يا شباب لا الزومبيات اي لا هيموتوا يا شباب. لعبة مجنونة انا بقالي نص ساعة بحاول انزل من العربية مش عايز ينزلني. ايه انت ما مش موتيه يا حميك انت نوم ولا ايه؟ ابو علي انا بطل سامع ايه اللي انتوا معلقينه في العربية من ورا ده؟ بص مكتوب ليه اوف اوف. ايه يا نوب انت يا صاحب اللعبة يا نوب انا بقالي نص ساعة بحاول انزل من عربيتك الخربانة. اوكي دخلنا تاني على بس دلوقتي بقى هنركب الاوتوبيس مش هنركب العربيه الخربانه دي عشان بنتضرب عليه واحنا راكبين فيها اصلا. انت بابا اللي مش شايف الاوتوبيس يا حبيبي. ماشي تسوق الاوتوبيس تسوق العربيه اهم حاجه ناخد الاوتوبيس عشان الاوتوبيس عليه كبير كده بص بيحمينا من الزومبيات. يلا بقى هنركب كل حاجه انا متحمس اصلا نشوف الاوتوبيس ازاي هيمشي في اللعبه دي. اوكي ونركب كمان الباب بسرعه. يلا حركات هات لي بص الماتور. اوه الماتور عندي اصلا. اوكي حط كده الباب انا اصلا شغلت اوتوبيس انا بتهاتوا البنزين. طب طب معلش بقولك دلوقتي خلينا ناخد الموتور نحط هنا قدام
يبي احنا محتاجين بص الرادياتير بتاع الميه. هننزل دلوقتي بقى اللي راح اجيب بقيه الحاجات. ايه ده؟ ثانيه كده يا باشا، دلوقتي في واحد عايز يضرب علقه. وطا انت وانا زعبوه ولا انت بتعمل ايه؟ طب عايز احليها بلاش ولا تعالى العب شويه. انت ما زعبوه مش حاجه يا ماك يا حميك، مش فيش احليها. انت ما مش حاجه مش زعب مش شق هتزحلق شويه نبات. والله ان انت اكبر نبات. اوكي طب ثواني ثواني، روح هات البنزين يلا عشان نمشي. طب علي استنى بس بتزحلق بس شويه. اركب كده يا علي. بيو يلا. ايه ده؟ هو ليه مش عايز يتزحلق وانا زعبوله؟ انت تقيل يا معلم، ضغط ليه؟ واكل ايه اللي واكل ايه؟ استنى 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 كده بس يا ابني، انت روح اغسل التيشيرت بتاعك ده يا ابني، روح حطه في الغساله. انت ما علي مش غساله مش باجي باظت. طيب ثواني ثواني وسع كده. ايوه بسرعه بسرعه. او ماي جاد يا ابني بقص الزحلقه انت شويه دبات. اوه اي حاجه كده مجانا تبوظوها. ثانية على هنا شفت حاجه هنا. ايه المكان ده؟ إيه انا بفكر ان انا انزل والله. بص بص عاملين الارض ايه؟ انا افتكرت ان انا يا شباب انا بحس ان انا وقع. بص يا حلوه بص ركزوا معايا، واضح حركات الفرقه. بص السما دي يا احمد كذاب الشباب كده مش في الجو ولا ايه؟ بص الحركه بص الحركه دي. بص يا حلوه انا اعمل ايه؟ انا باصص هنا كده بصوا هنط كده في الجو. بو بص يا حلوه بنقع بنقع يا حلوه شايفين؟ بعد كده احنا بنقف هنا. بوم بص بتوهمك ان انت بتقع تحت. بص بص بص. اوكي خلينا نروح نجيب دلوقتي البنزين عشان نركب بقى الاتوبيس بتاعنا. خلينا كده نحط البنزين بسرعه يبي عشان نجرب دلوقتي الاتوبيس. اوكي كده حطينا الموتور والرادياتير بتاع الميه، دلوقتي الاتوبيس بتاعنا جاهز. اتوقف في التذكره وعلي تذكرتي يا معلم. روح روح مش هدي لك انت تذاكر. وقال له روح روح والله اعلمك بالكرسي اللي انت راكبه. بقول لك انت تذكره وعلي ما تخليش اتعصب عليك. طيب طيب خلاص ماشي. ايوه كده لازم اعوضك يعني. وانت عضيتي انت هتكذب. انا اصلا بص معايا لك ابو سعد ادي لك بص بوكس اطلعك من الشباك اللي وراك ده. اوكي نشغل الاتوبيس ونجرب اخيرا. لاز جو بص على الفتحه دي تحس ان احنا نقع. بص يا نهار زيادي والله احس ان انا واقع كده لان المكان بيهمك ان هو فعلا هتقع من السما. دلوقتي بقى خلينا نجرب سرعه الاتوبيس وكل حاجه. الاتوبيس على فكره اريح كده، الزومبي ما يعرفش يضربنا. انت بابا ليه مش في برج حمام ولا ايه؟ يا دي برج الحمام. اوكي خلينا نقف كده، مع ان ده مش برج حمام بس مش عارف ليه بيقول عليه برج حمام. خلينا نشد الفرامل. شد ابو علي الفرامل يبي. انزل كده ابو علي. اوكي ايه شباب يا لهوي، انا طلعت برج الحمام في ثانيه. وقطع الجليتشات، اللعبه دي فيها جليتشات. ايه ده؟ ابو علي الاتوبيس بتاعي. ابو علي وطا زعبولة فين اصلا؟ زعبولة طلعت بفرق. وات انت ازاي جيت ورايا؟ ابو علي اللعبه دي بس مليانه جليتشات. ايه ده حركات وانت جايب حركات؟ يا حبايبي كمان لقيت حالة وحش ولا ايه؟ حالة دي حالة وحش دي اللي انت جايبه ده؟ انت ما علي مش ولا مديك مش اي حاجه. خلينا ندخل كده على اوه قبعه. بس ثواني انا اللي بالاتوبيس ازاي؟ ايه ده انت بتعملها ازاي يا زعبوله؟ ابو علي اللعبه بس بايظه مش عارف امسك البنزين. استني اشوف. بص عندي شغاله، انا هحذفه من هنا من الشباك. ايوه احذف كده يا ابو علي. انا حد بقى لي نص ساعه كابتن. كابتن عمال ادوس اف يا كابتن. اللعبه خربانه يا شباب، محتاجه ان هي بصوا تتظبط. ايوه انا خربانه والله. هننزل كده. طيب نيجي هنا نلزقه في الاتوبيس ونطلع نشوف في ايه. الواد ده بص العابه غريبه بس احسن حاجه. او ماي جاد حركات لقيت لك. بص حركات الحله بص اللي احنا نحط فيها المحشي وناكل حركات. لا ولا مش بديكم مش اي حاجه. المحشي ماشي كله بتاعي. كله بتاعك ماشي حركات يا فرخه. ايه البتاع دي على الوين؟ اوكي خلينا نرميها هنا. ارمي انا رميها بقالي نص ساعه. خلينا ننزل بقى هنا كده على الوين. او ماي جاد انا دخلت جوه الاتوبيس. طب مش عارفين ايه اللي بالاتوبيس، شكلنا كده. او ماي جاد ايه ده حركات الفرخه. ارمي كده الصينيه دي عشان شكلها كده حركات اصلا مش بتنتج. ثانيه ارميها بس كده. اقول لك على حاجه، لف كده بقى على الصينيه. وطه جامده جدا على فكره، طعمها حلو. بص على الوين انا كلتها وشبعت. بصوا هنا ايه تمام علي، شايف نفسك كلها مش كلش يا شيخ. انت تكسر راسي ليه يا ابني؟ ايه تمام مش هاتي مش هاتي محشي يا ابني مش ولا جابك بمسدس. تضربني بالمسدس؟ هتضرب دخلتك بالمسدس عشان كلت شوط محشي؟ هو التاوي هو مش موت الزب الدوب ده. اوكي يا فرخه ما ينفعش تضربني بالمسدس، انت مجنون ولا مش يا بنت؟ انت مش بمتك مش دوك مش بمشاد. اطلع عين من بط مش مطلع حاجه. كم تمشي امسك وطا ابو علي طلع من بطك احسن لك. يا احمد كم مش عارف اموت ولا مش عارف بمشادي. امال الواد فعلا بيضرب بالمسدس؟ قالوا شايفين والله ضرب. خلصت الطل كنت هتموتني. احنا كده كده هنموت على الوي عشان اصلا بصوا الاتوبيس مقلوب. او ماي جاد بص وصلنا فين. طبعا علوية جبنا عربيه زوبه تاني لان الاتوبيس دوب بيتقلب بسرعه. اوكي بص المكان ده. انت بابا ليه مش مكان مش احسن مكان ده مقابر. اوكي خلينا نطلع كده فوق بسرعه في برجين. تعالى تعالى بص بص لقيت ايه؟ لقيت يا زعبوله لقيت قرصه تعبيه. بص يا معلم قرصه تعبيه. وطت يا ابني سرع عسل يا ابني. ايوه تعالى يا معلم عشان ابص اديني بطني عسل. اوه خليه يتنحل بالكام. ويا نهار زبادي عشان كده النحل جاي وراك. بص على الواد الزومبي طبعا مش سايب. خلينا ندخل كده نشوف الواد زعبوله سرق منين. دخل هنا طلع فوق وسرق. اوكي هنطلع فوق نشوف ايه اللي موجود. يا نهار زبادي على كميه الزباله اللي هنا، في زباله كتير. لقيت سندوتش والله. يلا بقى عليك كله بسرعه. انت ما مالي مش هيعمل كمان تاكل الزباله ولا ايه؟
ولقيت كمان شوكولاته. خد احنا كانت شوكولاته، انا عارف انت بتحب الشوكولاته لما اسنانك باظت. اهي هنرمي له الشوكولاته دي. هو انت ما مش بحبها ولا ايه؟ خد واحده كمان يا فرخه، بص مش حاربك من حاجه، وخد واحده كمان. يلا ويلا وي ثانية، واحدة كمان يا حركات. يا عمي كمان شركة شوكولاتة ولا ايه؟ ايوه شركة شوكولاتة، بص عمال احدف لك، حط ازعبول الحاجات دي في العربية. اوه بص السلاح ده، ليه شوت جان؟ يا نهار زبادي. اوكي الشوت جان ده نضرب بيه الوحوش، وكمان بنزين، خلينا نرمي كل حاجة هنحتاجها. اوه لقيت حلة البحش، بص اهو يا حركات، بص كنت زعلان على حلة البحش، امسك حلة بحش اهي. هو انت بقى يا حبيبي، بص ولا مش هيجي الكوع؟ انت بقى معلم مش هيجي مش هيجي جامد ولا ايه؟ كلام في ثانية. معلم انا اكل عسل. اوكي وانا كمان بص اكل عسل عشان جعان، اكلت العسل. بص الاصوات اللي بتدي عسل عليا لما بناكل طبعا. اوه يا نهار زبادي، كل كل ابو علي قبل ما حد يشوفني، كلت على طول. ابو علي كلت ايه يا ابو علي؟ انا سامعك كنت بتقول كل قبل ما حد يشوفني. كلت ايه؟ كلت حته سندوتش، بص يعني سندوتش طعميه. طب طبعا ملوش لازمه يعني، يلا بينا نمشي. يلا بينا عشان كده مفيش حاجه خلاص. يلا كده بقى، ايه اللي وقع ده؟ بص يا نهار زبادي، قاعد بص البسكوت وقاعد الحاجات، عايزين نلزق الحاجات هنا كده. ايه ده الاكل مش بيلزق ولا ايه؟ وطى. ابو علي الاكل مش بيلزق لازم تاكله. طب امسكوا امسكوا عشان لسه بص واكل فرخه وبصراحه دمي فل. ابو علي غدار واكل فرخه، وانا اقول لك واكل ايه؟ تقول لي سندوتش طعميه. معلش بقى زعبولة كانت فرخه حلوه. انت بقى علي مش هيحبكم، مش هتديكوش بس اي حته ولا ايه؟ او مش هديكم اي حته، شويه نبات، بص اللي في الفرخه. يلا خلينا نشغل، ننزل الفرامل ونمشي على طول. ايه ده؟ لا يا نهار زبادي، العربيه باظت يا شباب. اه بصوا باظت ليه؟ البتاع ده ايه ده؟ ايه اللي لازم؟ يا نهار زبادي، بصوا محطوط غلط. ايوه كده بصوا اتحط صح. اللعبه طبعا خربانه يا علوي. يلا وادي فرخه اركب بسرعه. انت بقى علي مش هيحبكم، مش هتديكوش مش بايزه. يا علوي بصوا البتاع مش عايز يتظبط، بصوا كل ما اجي اعمل كده واحطه اهو اتظبط. سوق كده حركات، اما اشوف دلوقتي هتشتغل ولا لا. تمام تمام مش تمام ولا مش تمام مش بوجع. ايه ده بصوا، اوه ماي جاد اشتغلت معاك؟ هو يا حبيبي والله لو ما كنتش راضي تشتغل معايا وتمشي. يلا حظك حلو، سوق انت حركات. خلينا اركب هنا زعبول، انا راكب جنب حركات. طب يا رب انتوا الاثنين تقعوا وانا بس اللي عايش. ماشي بقى ما نشوف. ايه ده شو كان في وشي مش شايف منه حاجه، بس حلو الشباك ده. وكمان بصوا هنا في باب بيحمينا عشان لما نيجي نقع نخبط في الباب. بصوا باب لطيف، والناحيه الثانيه باب لطيف، العربيه ما شاء الله ولا باب. اوكي علي طبعا حركات العربيه قتلت منه وباظت زي ما باظت معايا. انت ما بتش يا حبيبي كنت بتعمل شو قدامك؟ عشان كده انا اللي جيت. ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ثانيه كده نقف هنا. اوه ايه ده علويه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ الو هو تقريبا كده وسط مكانك دي. ايه ده يا شباب؟ يا شباب انا سامع صوت طياره، انزلوا من العربيه. ابو علي واحد تقريبا كده خطفنا. اتخطفنا في عالم السموم الخضراء يعني؟ شباب احنا فين يا شباب؟ وطه كان بيطلع كده. او ماي جاد ايه ده؟ في اكواد بص مكتوب عشان بص لقيت سلاح رشاش رهيب. اوكي ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ ابو علي هو ايه اللي بيحصل ده؟ ايه صوت الموسيقى دي؟ انا مش عارف. طيب تعالوا كده سرقنا بص منهم الرشاش. يا لوي يا لوي يا لوي الحقوا بص كنابل، كنابل بتتحدف. يا لهوي بص الكنابل يا علوي جاي منين؟ خلينا بص نحط المسدس بتاعنا هنا او الرشاش. يا الله وادي حركات والله ما نقعد بص ولا دقيقه فيها. انت ما علي مش لازم مش لازم ولا ايه؟ بص يا علويه في كنابل بتضربنا اهي شايفين؟ طبعا الكواكب دي اللي عماله تضربنا بصوا بالكنابل. يا لوي يا لوي بيضربوا العربيه. يلا بسرعه امشوا. انت ما علي مش هيك مش شاع. يا لوي يا لوي بصوا بنضرب يا شباب. يلا امشي يا ابني. ابو علي ايه بتاع يا لوي العربيه اتضربت ابو علي؟ يا حبيبي كمان مش هنمشي فين؟ حركاتي مش كده على طول. يا لوي بصوا يا لوي الكواكب بتضرب. ايه ده؟ يا لوي لا الزوبه اتضربت، عربيه نزوبه. ابو علي الجو هنا حلو على فكره، الشمس بتضرب في وشك بس في هوا. شمس ايه دلوقتي؟ ولو يا لوي دلوقتي في شمس؟ ابو علي بقى الجو حر، الكلام اللي ابو علي مش قادر اتنفس. احسن تستاهل. ايه ده؟ مين اللي حاطط البنزين ده في وشي؟ يا لوي او ماي جاد انا مسكت البنزين. بصوا يلا كمل حركات. يا شباب مش شباب مش شعبيه ولا ايه؟ ابو علي العربيه ممكن بص يكون ناقصه بنزين. يا ابني قلت لك فيها بص فيها كتير. يا حمي كمان شويه ابو علي، يا حمي شويه الجيش ولا ايه؟ رحنا الجيش. وطه ايه ده؟ ده الجسر يا شباب، ده الجسر كنا بنعدي منه في اللعبه. حركات انت ما تعرفش تسوق، دخلنا في الحفره حركات، حاسب حركات. انت مش شباب محترف يا حبيبي. الله ينور عليك يا ابو محترف، كنت هتوقعنا. ايه ده؟ انت دخلتنا النار ولا ايه؟ ابو علي لا ده حركات محترف قوي يعجبك، استاذ بص في قلب العربيات. انت بتسمع الكلام؟ انت مش حسيتوه ولا ايه؟ حسيتك ايه يا فرخه؟ يلا يا شباب الحمد لله. ايه ده؟ هو ده عايز مني ايه؟ ثانيه ثانيه او ماي جاد. ايه ده يا شباب؟ الجيش الجيش بيضربنا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي العربيه باظت ولا ايه؟ او ماي جاد هو ايه اللي كان بيحدف عليا ده؟ ابو علي هو ايه البتاع دي؟ ده بص في قصر كبير. ايه القصر ده؟ بص البتاع الحلو اللي احنا عدينا منه اللي هو الجسر اللي في اللعبه الثانيه. اوكي بص حركات سرق الرشاش بتاعي. هو انت بقى يا حبيبي، هو انت كنت مش فاهم مش كنت مات ولا ايه؟ فنش الزومبي. ثانيه حركات عايز اضرب بيه مره، سيب يا ابني. ايه ده؟ هو انت بتضرب ليمون ولا ايه؟ ثانيه اخد كده. اوكي تعالى واد انت في بص هنا زومبي نوب اكيد رايح على زعبول. تعالى امسك. ايه ده يا شباب؟ هو انا بضرب ليمون؟
بص على الويا بيعمل ايه؟ بيضرب كرات صفرة. اوكي بص اهو اقف كده يا زعبولة، بصوا بتاع اصفر كده. ايه ده؟ في ليمونة. قلت لكم احنا بنضرب ليمون، والله بصوا في الليمونة خضرة. انت ماما اللي مش قدامك الساعة. يا بص يا لهوي، ايه ده؟ احنا رحنا فين؟ احنا رحنا البحر يا شباب. يا لهوي بص، بحر وكراسنا بمراكب واكواد سرية. بص بص الكراسنة دي، كراسنة بالسفينة. انت بابا علي مش هيحمل كلام دلوقتي. هنعمل ايه دلوقتي؟ خلينا ننزل كده. استنى استنى، هو ليه مش عايز ينزل؟ انا معلق يا شباب. شغل العربيه بسرعه وعايزين نمشي كده على الويب. تشوف الكراسه اللي هتعمل لنا ايه؟ والله بص ممكن ما تضربوناش. ابو علي هو اتخدى ولا ايه؟ مش عارف، بس طبعا احنا ممكن ندخل لهم السفينه. خلينا ندخل السفينه الثانيه دي، لان معناها ان السفينه الاولى هي بص اللي فيها كل الحمايه، فاحنا هندخل السفينه الثانيه على الويب. شد كده الفرامل ويلا بينا ننزل لهم. ايه يا كراسنا؟ انتوا جايين عايزين تضربونا نوبات؟ هاتوا وانا حركات. بص الاسلحه بسرعه. حلت بحشي، انا اجيب الرشاش بتاعي اللي بيضرب الليمون. انت هو اللي مش بضرب مش مسدس. اضرب المسدس براحتك. اوكي نعمل كده، بيو بيو، ضربنا اول كرسان. اوكي تعالى يا نوب اللي بعده، وسع يا زعبوله. انت يا علي مش معايا حاجه نربيها. اوكي ضربنا الكرسان الثاني وكمان التالت بسرعه. يا لهوي الكراسنا اللطيفه دي بتموت بسرعه. ايه امسك انت، مستخبي في المطبخ. امسك. يا لهوي يا لهوي موتني. بص يا لهوي في ايه؟ يا نهار زبادي في مدافع. بص المدافع دي المفروض تشتغل تضرب العربيه بتاعتنا. ابو علي ده مكان سري. هو مكان سري فعلا للقراصنة. بصوا سفينه كبيره وفي مدافع فوق. انت ابو علي مش هتعمل ايه؟ بص بالسفينه. يا لهوي انا طلعت بص فوق على الشراع. اوكي اللي هو طبعا الشراع بتاع السفينه اهو. يا علوية يبي انزل كده ابو علي. طيب يا علوية زي ما انتم شايفين احنا وصلنا لحد القراصنة. لو عجبتكم الحلقه لايك واشتراك في القناه، وكمان علوي لو عايزين نكمل بعد الكراسنا كده اكتبوا لي في الكومنتات عند المكان اللي هناك ده. ارمي كده ابو علي سلاح في الميه. انا معايا رمي سلاح في الميه، مش معايا سلاح. ايوه يا ابني ما احنا خلاص هنوقف هنا. انت هو اللي مش عارف مش مسدد مش في الميه. ارمي في الميه بسرعه. ايوه عشان سمكه قرش تاخد وتموت باقي الاسماك اللي في الميه. يلا علوي لايك واشترك في القناه، ننزل لكم حلقه ثانيه نكمل لحد ال 10000 او عند القصر اللي هناك ده، نشوف ايه اللي جواه. بحبكم كل قلبي، يلا نشوفكم بكره. سلام.